السلام عليكم الاخوه الاعزاء المحترمين، رجعنا لكم في واحد الفيديو جديد اللي غادي نبداو به بواحد الكادو دايره انكاما اللي هو 3 جوغ ديال لابونمون والشرح عند الاخ سعد. تفضل. واي احتراماتي للفقيه. كما قال الفقيه انكاما دايره واحد الكود نتاع 3 جوغ لابونمون فافور. المهم انكاما كملت 15 العام ديال 15 تاتنكت وملي كملها زعما دايرين هذا نتاع جويوز انيفيرسير زعما. المهم الطريقه باش تدخلوا هذا الكود غير باش ما نطولوش عليكم كثر في الهضره الخاويه، غادي تجيو للسيت office.com، غادي تجيو للكود كادو، واقيلا هي كود كادو كاين هنايا في هاد اللعيبه، غادي تكليكيو يطلع لكم هنا، غادخلوا الكونت اللي باغيين ديروها به، يعني تقدروا ديروها باي بيرسون. المهم اون فوا كتدخلوا تدخلوا في الكونت اللي باغيين تابوني وكتشيروا هذا الكود هذا دوف تكون كبيره اوفيس 15 ناكت. المهم ها هي كوبي كول اللي غنحطها لكم في الديسكريبشن وفي اول كومونتير، غتكتبوه فاليدي غيقولوا لكم فيليسيتيشن 3 جوغ لابونمون و يعني لكم. المهم وقبل ما يسالي الانترو لايك، فرقعوا لي لايك. سر الله. المهم ندخلوا للاوزا الجديده اللي اش نقول لك اخو هاد لاماج هادي، نقدروا ما نقولوش برافو لانكاما ياك فاك يو من الاخر. ما جات النكاح واحد السكري ولا تي وان شوتي في تور تضرب 4000 كيما كان اير تخلط زون تضرب 1500 في زون اللي جا حدا تي تبربق، ما فهمتش انا هادشي. المهم الناس تكون لي زون غادي ايه واحد لو بير ماش تا هو تيبقى يدير الشعواده، كتجي واحد تركي يضرب لك دو بي ا دوبو نتاع 3000 اصاحبي 4000 بدوبو ولا تيجرياش لواشين واه بزاف. اش اخر شكون ثاني اللي تخافوا منه في كوليزيو؟ ايوب خلاو هو ايوب بربقوت نقص ليه الطماج. ستيم تا ويلي 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 تا ولا تضربك 1600 2000 المهم حتى بخوص عادي الطوني اللي يلعب سامي ماشي اي واحد غادي يضرب ورا انت تلعب كوليزيوم وعندك 4000 في الكوت مينيموم حتى 4500 ولا 5000 غادي تطيح مع بنادم غيدير هادشي اللي تنقول لك، حيت ضروري غتلقى ليه بين غتلقى بنادم بلي فوار ما يمكنش انت في هاد الكوت هذا وغتطيح مع بنادم عنده 5 في الغيزيس. هادشي اللي تنقول لك انا هاد الروكس راه ب 30 غيزيستونس مينيموم، يعني خاص هادشي يتنرفا هما الا شد بوتش راه غيجي غي قدر يهبط بوتش الصاد في تور بوتش 10000. المهم غادي نلونسي وغادي نشرح لكم الاوزا او بعدا وندوزو للاير وندوزو للعيبات اللي كات. المهم حنا ما معناش هاد هذا شي تحي دخلت شي كوليزيوم ان فيس ان تحت بعيد كنتي في بي في ام. المهم غادي نشرح لكم كيفاش كيت انفوكا هاد الشيء ونديرو شي جيم بلاي ولا بلاش حتى شي يا انا مزيان. اي لا بغيتو كولين بقى فيلمي كولين فيلمي مرحبا هاد الاخوان كولي الا كانت لاشين واقفه ماشي باش نبقاو نعمرو بكولي، حيت لي فيديو اللي ما جينا الاخوان غيكونوا على الايبن وملي غتسالي الايبن راه كاينين لي فيديو غادي ندير عليه المونتاج. المهم ندوزو لي صور، باقي ما شرحناش لي صور اصاحبي. المهم هادو بقاو هما شنو تزادوا هاد اللعيبات هادو فيهم البروميير دوزيام زعما ثوازيام كاتخيام. المهم انا اخترت هادو الواحد والجوج والربعه والسته حيت ثلاثة مثلا هي هاد الفاريون تاع تاع جلت تزيد بي او والخمسه هي الفاريون تاع هاد البيكور موتيفون دي كات بوست لي زانفوك. شنو اخر اجي تصوان حسنا ما من ديك اللي كات انفوك شي حتى لا مات اشي تاجي نصيحه الناس اللي بغاو يديروا البي في واهم حاجه هي انك تدير لي صورت اللي عندهم اقل عدد لي بي او باش تبقى تجيب لي شارج. المهم نشرحو ما بقاتش كتجيو كتانفوكي كي كانت دابا خصك تضرب بنادم كل ضربه كتمشي للشارج بحال ضربتي الاولى شارج ان الضربه الثانيه شارج دو وكذلك دواليك. المهم انت ما عندكش شي الي حداك صاحبك اللي غتضربو مثلا الا كان شي صاحبك تقدر تضربو، كاينين ديال الصورت اللي كتضربو ما كتبوستيش ما كطماجيش حيت في كوليزيوم الا ضربتي شي صاحبك غتحيد ليه الايفوار خصكم تحجو من هاد القطعة هادي. المهم انا تور ان غادي نجيو غادي نحطو هاد اللعيبة هادي
نضربوها الضربة الأولى. ممكن يموت صاحب قبل ما هنا تنقل هنا لنقطة. شارج ان، شارج ان شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه انفوك، هاد الانفوك هو الكرابو نوار، هو الاول تيكون في شارج ان. الا ضربت غادي ندير شارج دو، ممكن هاد السورت هادي سميتها بونكسيون، كتيرها في هذاك الانفوك اللي انفوكيتو كتعطيك شارج دو. بحال ضربتي اي بي بي ا، شارج دو، شارج دو عندنا فيها كرابو البينوس. ها هو غادي نخرجوه من هاد اللعيبة هادي. غادي نعاودو تاني دابا كيما قلت لكم، باقي دابا تتعاود لي شارج فاش تتانفوكي تتعاودو لي شارج. المهم غادي نديرو هاد اللعيبة. احنا دابا شارج ها، شارج دو، شارج تلاتة، عاد نقدر نانفوكي لانفوك التالت اللي هو كرابو خضر. هذا هو اخر انفوك في الكرابو. الا درت دابا، الا عاودت لي شارج وصلت الشارج 4، غندخل في ايطا كرابو باش يتزاد الدمج لي زانفوك. انا شارج ها، جوج، ثلاثة، انا غندخل دابا في ايطا، ايطا كرابو كما شتو هنا، تزادهم البويسونس دو تو، تزيدهم الطماج. دابا عاد غادي ندوزو باش نوريكم لي زانفوك كيفاش ولاو كيروكسيو، خصوصا لي كرابو ما بقاوش داك الروكس اللي كان. كتجي كضرب زون الطاق دو فوا ولا هنا غادي نبوست تاوي، حيت هدا هو اللي كيدماج. غنزيدو عدو بي ا، هادي ولات كطعطا هاد البي ا، كطعت الى بطعتها مثلا لشي صاحبك، ولا غير تشونجا مع الانفوك الاول اللي حطيتي في الماب. يعني خصكم تحتاجو من هاد المسألة. و تاني هاد لي زانفوك عندكم كتشونجيو لي بلاص، ماشي كيتعاود يتانفوك، هي كيتشونجا ليه البلاص بحال الا كنتي حاطو غتبدل ليه بلاصتو. يعني كل تور هاد ومزيانة كتقرب لي زانفوك حدا حدا لي زينمي. المهم غادي نعاودو نديرو الشارج باش يتزاد الطماج. صافي دابا تيبان لي هاد البلان تاع الشارج مفهوم ياك الفقيه، انت اللي كتسمع راه غتكون فهمتي بحسب الله اللي كيتفرج. هو خو خص بعد ما كنتي لعب فهمتي، ماشي لا لا حتى دابا، حتى دابا تنظن انا راه احسن شرح هو هذا، ما تقدروش تلقاو شي شرح احسن من هذا. المهم الكرابو ولا عنده هادي، كانت هادي باش كتدفع، لا عقلتو عليها هادي تقدر تشيرها كل تور. الكرابو اللي كيدفع هو الخضر، الاخرين ما بقاوش كيدفعوا. المهم دا كاينه هادي كيدفعها، وكاينه هادي الكطماج دولة كطرب زون، ولكن خصك تجيبها في شي حاجه بحال اكسبلون تاعت الكرا. يعني انت تشيرها مرة الاولى وتقدر تعاودها اذا كان شي واحد حداها شي زين، يعني كطرب دو فوا شي زون. شفتو الزون راه كبيره بزاف كاع. البينوس شنو كيدير؟ هاد الضربة الأولى سالت لكم، غنعاودو شي بوتش آخر. المهم غادي ندوزو جيريك تماما كيفاش كنلعب الجيم بلاي تاعت أوزاو في كوليزيون. فاش كنبدا أنا الكوليزيون شنو كندير؟ كنجي جيريكت، كنحط هاد اللعيبة وكنلعب تيغ، تنضرب جوج ضرب، كندير الشارج ديالي بالتيغ، كنضرب بها هادي دو فوا، كنجيب الشارج تلاتة، كنحط هاد البوفتو هادا. هاد البوفتو هادا او بي بزاف، يعني سوا كنتي اغ سوا كنتي او سوا كنتي فو سوا كنتي تيغ غتانفوكي هو الاول. هو الاول علاش كيعطي هاد الضربة هادي كتنقص 35 دماج ديستونس لي زينمي، وكيعطي 500 شيل، وكيدير اي تابي زونتر كل تور دو فوا. يعني يقدر يدير بحال شي ساكري غير تي بي، ولا تقدر دير هادي تحن سيرو. غنحيدو هادي نفرقعوها. دابا غادي كيف ما قلت لكم فاش انا او غادي نجيب دابا الشارج ديالي عندي هذا، غادي ندير الشارج دو. هادي عندي فيها هاد لانفوك الواحد، عندي فيها هادي، يعني خصني دابا بقاو ليا جوج. دابا غادي ندير شارج ان دو، دابا هو عندي كراب. نعاودو نحطو هاجي
باش نجيبو فيها تاني الكراب والاخر. دابا انا راه كنشرح لكم وباقي ما شي بحال دابا مشات حيت دخلت في الشخص خصني ندير شارج 3 باش نحط هذاك. هذا شارج ان عادي انك تانفوكي، درت دو شارج باش نانفوكي هذا، يعني خصني شارج 3 باش نانفوكي سميتو. دابا باقي ما انفوكيتش، يعني بقات لي الشارج ان. عرفت شكال هاد الشيء هاد اللعب. المهم كيما قلت لكم هاد البوفطو راه اوبي بزاف، واحد الدرجة ما كتصورش. صافي حتى الشيلد، هاد الشيلد هذا 500 الا كنتي حدا شي انمي كيتزاد واحد البورسونتاج، كتولي 700، يعني 350 الى 250 راه 700 هادشي والصرف. المهم نجيبو الشنو هاكا تلعب انا في كولي، تنحط هذا تنعطيه الساق. من غادي ندير من غنعطي هاد البي ا غيتشونجا مع لانفوك الاول، ولا واقيلا هادي كيتشونجا مع اللي قريب. انا قلت المهم هادي باقي ما فهمتهاش، اه كيتشونجا مع اللي قريب ليه، سوا الي سوا انفوك. المهم احنا كان حيت يلاه خرج هاد الشي طماج راه رهيب بزاف كاع شي حاجة سيرة. هاد الصورة هادي التالتة ما تكتروكسيش، خصك تكون بيتيليزي شي وحدة في هادو، عاد كتحسب. يعني غادي نديرو مثلا بوازو، عاد تطربيها تدير الداك غير باش ميجيش شي واحد يتخور فيها. وهذا عندو واحد الصورة كطرب من بعد اون فوا، هادي كطرب زون دو فوا، هادشي باش ولا مزيان. دابا تقدر تطرب حتى في الخوا ديك الساعات الا مكانش سميتو ما تطيش. شادي هادي راه بزاف اي طابي زونطو راه صاحبي دو فوا راه ميمكنش. و بوكلي هادشي اللي كاين، و تيبان لي انا احسن 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 اليمون هو سميتو، هو الاليمونتيغ راه بزاف الاغ شي حاجه بزاف. هذاك الطوجي ولا ميمكنش ياك، اه ولا شي حاجه ميمكنش، خصوصا دابا انا تلعب هكا كتكون عندي الايبان في سميتو مشارجي. هذا ما تنروكسش بنادم، كنخلي لي الزامبو كارتي شحال كيضربو ولا راه بزاف. بحال دابا هذا راه في كوليزيوم كتجي كنوقف حدا بالاوزا ان في اس ان، كنوقف حدا بنادم كنضرب هذا صاحب في الاوتان، ضرب الضربه الاولى في الاوزا والضربه الثانيه في راه شحال كانت تشيلات كتضرب قوه او بي عاد توك الاخرين كيضربوا هذاك بوازون وهذاك حتى هو و سميتو البوفتو كيجي ليا الشيل كل تور عرفت في ان في اس ان. دابا ولات صعيبه تخسر، ما تموتش بسهوله. دوزو الاوزائر دابا هذا ايليمون اون اللي وريناكم، دوزو الاليمون ايليمون اير كيفاش لي توفي كيلعبو. حيت دابا حتى الاير راه بزاف، انا جاني الاير مزيانه حتى هي. المهم ديرو الشارج ديالنا نفس البلان، نفس البلان في الشارج، تطرف ايه تطرف انمي ولا في الي. انا كنحط هادي دابا ما عندنا على تحت النوار دابا غادي نحط لي تابعو غادي نوريكم كيفاش كيلعبو لي طوف. تيتبعو الطوجي هاد الالبينوس هاد البي ام اللي كتزاد غير اون فوا ماشي كيميرا، ولكن مزيانة اوبي هادي تتيرا في لي زالي ديالك راه بزاف. وكطماجي بيها الا كنتي اير غطماجي في لي زالي كتبوست اخويا. انا بالي هادشي ولا زويونه حتى الفقير ياك. اه حبيتي البلان والله الا حبيت البلان. و لي زانفوك ولا وليتو كتحكمو فيهم كاملين، ماشي ضروري انك تكون داخل في شي ايطا باش تحكم في الانفوك بحال الاوزار قديمه. وين بوب قول لي عندك داك الكود ديال 3 ايام طلبهم ولا لا؟ اه انا يعني الله قلتو دابا في هذا الفيديو
لنا اول دخله تحسين الفيديو ولا باقي؟ هو تنقدتو في عذاب لما يقول لي شنو هو الكود لا صفتو لي كتكتب دوفيوس 15 لونز كبيرة وصغيرة 15 عام الاربين وسكي يضرب زون فتق اجي اجي يعني ماشي شي حاجة وكي شونجي كي شونجي البوزيسيون تقدر تشونجيها مع لي زين مي ما كانتش هاد اللعبة هادي واخا تنقص فيها البورتي ولكن مزيانة طوجي ولا كانسر يعني تكنصير كاملهم لي صورت كيدفع اجي كيجي لعندك وكيمشي هو وياك اجي كيدفعك تبقى لاصقك النوار النوار كتشير هاد الكليف هاجي كتعطيك دو بي يعني بحال لما بحال كتكون هاجي فاش كتلعب كترجع لبلاصتك فين كنت يعني شاكتور كتحط هاجيك تتشيرها وتتمشي ديريكت ديك دو بي اللي كيزيد كي كتسمى بحال و الطماج راه شي حاجه اوبي بزاف ما عرفتش علاش ما ركزتش بهاد 33 دماج اخ هاديك الكليف ما بقاش يجيك الدوبليماج اللي كانت لي كتفرقع سميتو تبتلات دابا ولات كتحط واحد البيج لا شفتي فيها هاديك الزون كاملة كياكل الدق بحال داكشي تصرام صرام المهم الطوجي ولا اوبي كيضرب هاد جدو في وسط راه شي حاجه بزاف عرفتي شو انا ما عندي في الاوش شحال كنضرب وسط و ايماجيني معايا المهم غادي نشرح واحد اللقطه بهاد الطوجي المهم هادشي ورينا هادي كتجي كتير هاد اللعبه كاتروكسي بهادي تاجي كاتروكسي هي في هاد بي او زيد المهم الطوجي ديك الضربه الاولى اللي كتضربو كتحط واحد الكليف الا عاود تضرب شي ثاني كي تشونجا بنادم ديك الكليف اللي كنتي فيها يعني خص الا ما بغيتيش بنادم تشونجا ضرب الضربه الاولى وبطل البلاصه وعاود ضرب المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للايطا ايطا ار حيت انا جاني حيت جاني انا الاغ احسن من الاو بزاف في البي في بي خصوصا في البي في بي و التير تا هو مزيان واخا ما بقاش كي كان التير تحنسر شويه الفو دابا تا ولا مزيان او بي بزاف كاع الا كي كان مقارنه بالقديم المهم احسن اوزا دابا هو الار انا هادشي اللي بان ليا فهاد التجارب اللي جربت على قبل على قبل داك على قبل طوجي وتحطو كل تراصات يعني تحطو تمشي تضرب بنادم تفرشخو ويموت وتقدر تعاود تانفوكي في الدور الماجية ماشي بحال اللي كي كان وتضرب بزاف خصوصا لا بوستيت وكنتي في الار تضرب 1000 صاحب عرفتي في الان فيس ان امبوسيبل تربح وزائر ماشي امبوسيبل انما احسن من القديم هادشي اللي كاين ونعاود نديرو تاني شي فيديو على شي غاص اخرى لا فهمنا شي دوشي اخرى عاود تاني راجي ممكن نتمنى يكون عجبكم الشرح قولوا لي كيفاش جاكم هاد الشرح اللي شرحنا واش 5 ولا شحال قطعتيونا حيت تيبان لي تقريبا راه كي فهمت انا جيت نقدر نكون شرحت كلشي مزيان باش شي واحد لابين بالوزارة يكون استفد معانا ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله بيس دو في سلسلة رقم واحد باش نمرر الرقم واحد باش ندوزو تاني لشي غاس اخرى ان شاء الله غنوريكم الصاجي ضاحي هو باش كنلعب عايز اخرى وداكشي الاخرى بقى هو ساكري ما كاين ما تشرح دابا شرحت انا الاوزا حيت ريورك هذا ماشي دابا داشي تسمى ريورك ولات اوزا اخرى ما بقاتش ديك الاوزا اللي كانت وما بالنسبه للي غاس الاخرين راه حتى الساكري حتى هو ريورك تبوفه بزاف الايوبي تبوفه كاين اللي تنيرفا كاين اللي تبوفا بحال السيستيم كاين اللي ديال الشومب تبوفا والريورك التريف الاوزا وبالنسبة للانيتروفا ما ريورك ما والو غير ولا شي تحكم في لي زانفوك وبتلو ليه ديال صورت تبوفا وتاوا شوية هادشي اللي كاين الصاجي دارا ما تنيرفا ما والو يا زاد زادو عصبو اكتر من كي كان نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله بيس هذا المكان فضل الله